نحمد الله على هذه اللحظة التي نعيش، هي لحظة استثنائية بكل تأكيد، نفتتح فيها النقاش العام حول محاور الدستور، ونسأل الله أن يوفق مجلسنا إلى أن يصل في خاتمة أعماله إلى سن دستور يرضي ربنا، يرضي شعبنا، يرضي ضمائرنا بإذن الله تعالى. كنت كمقرر عام كثير أردد على لجنة التوطئة والمبادئ العامة وتعديل الدستور، وأشهد بأن النقاشات فيها كانت قيمة ثرية، ولولا الحاجة للحضور في لجان أخرى كان النقاش فيها أيضا ثريا لكنت واظبت كل يوم في هذه اللجنة. نقطتان فقط أتحدث فيهما من حيث المضمون تتعلقان بالفصل الثاني، أولا الشعار وثانيا النشيد الرسمي. بالنسبة للشعار، أعتبر أن كثرة العبارات لا تفيد، والانتقال من ثلاث عبارات في الصيغة التي كانت في الدستور 59 إلى 40 اليوم ليس محببا. أقترح أن يكون الشعار كلمة أراها جامعة لكل المعاني، وهي الكرامة. لا كرامة بلا حرية، ولا كرامة في ظل الفوضى، فالنظام دعامة للكرامة، ولا كرامة أيضا بلا حقوق، ولا كرامة بلا أداء للواجبات. الكرامة فيما أرى تستوعب كل المعاني الواردة في بقية العبارات الموجودة في الشعار وتزيد عليها بأكثر منها، فأراها عبارة جامعة تصلح لأن تكون شعارا للجمهورية التونسية ما بعد الثورة. المسألة الثانية مسألة النشيد الرسمي. هو رأي قدمته في الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة، وكان موضوع ملاحظة ولم يؤخذ بها من قبل اللجنة، وأقدمها للجلسة العامة علي أجد مناصرين لرأيي. التنصيص في الدستور على عنوان النشيد الوطني لا أرى حاجة له، خاصة مع احترام هذا النشيد والتعلق به. رأيتم صباحا في الجلسة الاستثنائية أن لهذا النشيد صيغتان، صيغة تقرأ بمضخمات الصوت، وصيغة يقرأها عامة الشعب. عامة الشعب تستعمل صيغة مختصرة كلها تونسية تقريبا، في حين أن الصيغة المطولة تتضمن أبياتا غير تونسية، بل يقال أن في معانيها خللا بناء على حذف لبيت كان في القصيدة الأصلية متعلقا بالأهرامات، ولأنه لا أهرامات في تونس حذف هذا البيت، ثم بقي البيت الموالي الذي يتحدث عن صخورا صخورا كهذا البناء. وأي بناء هو البناء المحذوف؟ فأعتقد أنه ليس من السليم في دستور الثورة أن نص على نشيد حوله كل هذه النقاط، إما أن نحسم بأن المقصود هو الصيغة الوطنية التي تستعمل في المسيرات سابقا وتستعمل في الاجتماعات حاليا، أو أن نترك هذا للقانون يضبطه كما يشاء، وربما نفتح حتى المجال لعامة المبدعين ليقترحوا علينا صيغا جديدة. إذن أقترح في خصوص النشيد الوطني إما أن يحذف التنصيص عليه كلية من الفصل، أو أن تتم فيه فقط إحالة القانون، النشيد الرسمي للجمهورية التونسية يضبط بقانون. نقطة، والسلام.